Good morning, children. Today we will start with Unit 18. نبدأ بدرس جديد Unit 18. قبل ما نبدأ بالدرس في كلمات بدنا نقرأها ونفهم معناها. اللي هي من هون Doctor. طبعاً عارفين Doctor اللي هو الطبيب أو الطبيبة. Nurse. الممرض أو ممرضة. Firefighter. Firefighter رجل الإطفاء. Firefighter. Pilot اللي هو الطيار. Pilot. Teacher. Teacher. Farmer اللي هو المزارع. Farmer. Police officer. Police officer. شرطي الرجل الشرطة. احنا بنعرفها policeman برضو بنفع police officer. Lawyer اللي هو المحامي. Lawyer. Lawyer. News reporter. News reporter. إيش يعني news؟ news معناها أخبار. reporter اللي هو مذيع الأخبار. news reporter اللي هو مذيع الأخبار. okay news reporter. وين منشوف news reporter؟ بالتلفزيون في نشرات الأخبار. news reporter اللي هو بيقرأ أو بيذيع الأخبار على التلفزيون أو على الراديو. نقرأهم مرة تانية. Doctor. Nurse. Firefighter. Pilot. Teacher. Farmer. Police officer. Lawyer. News reporter. نقرأهم نحفظهم نكتبهم على دفترنا. نكتبهم مرة على الدفتر بس. هذا اليوم بدنا نقرأ هاي الكلمات. شو هي هاي الكلمات؟ هاي كلمات بتدل على ايش؟ الوظائف. الناس ايش بتشتغل؟ في دكتور، في تيتشر، في بايلوت. ايش الوظائف اللي الناس بتشتغلها؟ اوكي؟ المرة الجاي منكمل الدرس.